تحدث عنه المالكي بعد قرار المحكمة واضح جدا. هذا الموضوع ليس مطمئن بالنسبة للتيار الصدري. التيار الصدري كانت هناك مخاوف من أن استلام الحكم بالنسبة للإطاريين سيجعل منهم التلاعب في مصيرهم ومهاجمة كل العناصر السرايا أو التيار الصدري عموما يعني، فيجعل هنالك الساحة بالكامل خلو. كان هنالك خطأ كبير بالنسبة للسيد الصدر بعد انسحابه من البرلمان، كان برأيه هو أنه سينسحب من البرلمان، وهذا قد يعرقل الأمر بالنسبة لهم بعد أن عملوا على جعل الثلث المعطل أو ما شابه ذلك في ظل هذه الصراعات داخل قبة البرلمان. لكن بعد أن كان زمام الأمور كلها بالكامل بيد الصدر، انسحاب الصدر أدى إلى هذه الفوضى، ووصلنا إلى مرحلة بعد أن كان هو المسيطر بالدرجة الأولى. لكن اليوم عدنا مرة أخرى بعد هذه الودنة، سنعود مرة أخرى إلى صراع مرة أخرى، خصوصا بعد هنالك انشقاقات في داخل إطار التنسيق. إطار التنسيق ينشق إلى قسمين، العامري والعبادي يعملون من جانب ويحاولون يهدئون وأن يؤجج الصراع مرة أخرى. هو المالكي بالتوجه أن هنالك سلطة وتحول وشرعية وتشكيل حكومة بعيدة تماما عن موضوع حل البرلمان والتوجه إلى الانتخابات. تتحدث عن حكومة متكاملة تجرى بمسارها وتأخذ وقتها الكامل، هي مدة دستورية 4 سنوات واعتمادها على المنظور الدستور. أعتقد الإطاريين يتحدثون اليوم هنالك مصالح الإطاريين، فلذلك يتحدثون بالدستورية. سابقا لم يكن يتحدثون بالدستورية لما كانت الأمور متعارضة معهم تماما. فهذا المسار ما يدفع اليوم إلى الاحتقان مرة أخرى. أنا أعتقد أن السيد الصدر لن يرضى ولن يرضخ إلى هذه الأمور التي قد تطرح عليهم مرة أخرى، لأنه ما سنشهده في الأيام القادمة قد يكون صدام مرة أخرى، وخصوصا بعد التشرينيين ما تحدثوا عن عودتهم إلى الشارع مرة أخرى في ما بعد الزيارة الأربعينية، وكذلك سيتليها ذكرى ثورة تشرين مرة أخرى، وهنالك مطالب شعبية كبيرة جدا. نعم، إذا ممكن أن تشكل كل هذه الأمور التي ذكرتها عامل ضغط ربما بعد الزيارة الأربعينية وبعد ذكرى ثورة تشرين. نعم، اسمح لي أستاذ علي أن تعطي الوقت الكافي حتى أصل هذه الرسالة. نعم، تفضل. يعني إحنا اليوم الإطار يتحدث مع طرف آخر فقط، هو مع التيار الصدر، ولم يتحدث مع التيار التشرين. التيار التشرين اليوم موجود في الشارع، له إمكانية كبيرة وتأثيره، والدليل على نزوله يوم الجمعة كان له تأثير واسع في الحملة. فلو يتحدثون عن حوار وطني لابد أن تكون هنالك 3 أطراف، وهو الإطار التنسيقي والتيار الصدري والتشرينيين كذلك، يدخلون في هذا الحوار لحل هذه الموضوع. لأنه اليوم التشرين كذلك يتحدثون عن حل البرلمان ويتحدثون عن تعديلات دستورية وأمور كثيرة جدا قد تقترب من مطالب التيار الصدر في الشارع العراقي. فلا بد أن يكون هنالك حوار يشمل للجميع، ليس يتوجهون لإطار التيار الصدر باعتبار. إذا لماذا هذا التجاهل؟ لماذا هذا التجاهل؟ ما هو هذه المشكلة يقع بها. يمكن هنالك التيار الصدري عنده سلاح وعنده سرايا السلام يقاتل، والتشرينيون سلميون، فلذلك لا أحد ينظر لهم. لكن نفس القضية مهمة جدا، هنالك اعتراف دولي بالتشرين، انتفاضة التشرين لها اعتراف دولي ولها مكانة دولية واعتراف دولي، أنها غيرت نظام كامل. وما يجري اليوم في الشارع العراقي نتيجة لما حصل في تشرين قد قلبت الطاولة على كل السياسيين ودخلتهم في صراع فيما بينهم. فلابد أن يكون للتشرينيين يد ذراع كاملة ويد كاملة في هذا الموضوع لإصلاح البلد. اليوم نتحدث عن إصلاح البلد، نحتاج إلى تعديلات دستورية، نحتاج إلى تفعيل قانون طيب. الأحزاب وإبعاد الميليشيات والمسلحة وضبط السلاح بيد الدولة بشكل حقيقي وواقعي، والابتعاد عن المعايير ما يتحدثون بها المثالية، والتي هم يتحدثون بنزع السلاح وهم يمتلكون السلاح. فهذه المثالية لازم بدنا يبتعدون عنها إن كانوا يريدون للبلد السلم ويوصلون إلى مرحلة حقيقية من الأمن والأمان واستقرار البلد.